عندنا أربع مرات حياة ودينا فرق. ليش بس هم الاثنين من ويا الرقابة والقسم الرقابة. يعني أول ما يستفادون ضمن الآليات المتخذة في وزارة التجارة للإشراف والمتابعة والتدقيق على آليات تجهيز مفردات السلة الغذائية ومتابعة آليات تجهيز الطحين، وبعد أن كنا في محافظتي البصرة وميسان وفي مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، قبلها كنا في المجمع المخزن لتجارة الحبوب، ناقشنا آليات استعدادات الموسم التسويقي، بعدها المطحن الحكومي وتم الاطلاع على آليات إنتاج الطحين وكان بنوعية جيدة جدا. واليوم الآن في هذه اللحظات احنا في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في مخازن الرز، نسبة التجهيز كما بلغنا به السيد مدير فرع الغذائية في المحافظة 50%، والعمل مستمر لإكمال ما تبقى من الحصة. حقيقة وزارة التجارة من هذا الموقع تطمئن المواطنين بأن كل الإجراءات متخذة لغرض تجهيز وجبتي رمضان، واستعدادات تجري أيضا لتجهيز وجبة ثالثة خلال هذا الشهر الفضيل. الهدف من هذه الإجراءات هو الخط الموازي للسوق التجارية والحد من ارتفاع الأسعار.